الأكاديمية السورية في أكتوبر ضمت أكبر عدد من اللاجئين السوريين في مصر وعملت لهم دوري كرة قدم خاص بيهم. كاميرا تنس سبورت راحت زارت الأكاديمية وعملت لكم التقرير ده. إنها ثالث بطولة تقيمها أكاديمية نجوم سوريا لأطفال اللاجئين السوريين في مصر العاشقين لرياضة كرة القدم، إذ يلعب أكثر من 400 طفل سوري من فئات عمرية مخصصة في هذه البطولة، تم توزيعهم في فرق وفقاً لكل مرحلة عمرية. البطولة هي هي النسخة الثالثة، الحمد لله رب العالمين. اللاعب صار عم يستنى وقت البطولة، هي 4 فبراير أو 5 فبراير عن السنة الماضية. كل سنة صار خلص شهر 2 في بطولة كأس النجوم، الولد صار يستناها بطريقة بشغف كتير كبير، وبنفس الوقت عم نشوف مواهب تانية، عم نكبر العدد، عم نشوف مواهب مختلفة. تمثل هذه البطولة فرصة لاستعراض هؤلاء اللاعبين قدراتهم في رياضة كرة القدم من جهة، ومن جهة أخرى لما فيها من إمكانية اكتشاف مواهبهم من كبرى النوادي المصرية. خاطبنا الاتحاد المصري وعنا اجتماعات قادمة إن شاء الله معه لحتى نوصلهم رسالتنا، ونحن عنا نظام، عنا بطولة ممكن يكون تحت رعاية الاتحاد المصري، ونشارك تحت اسم نادي سوري حتى لو كان على مستوى الدرجة الرابعة بالدوري المصري. أنا بقالي 3 سنين مشارك بالبطولة دي 3 سنة لي. أنا شاركت من قبل مدارس كثيرة، شاركت بمدرسة المجد ومدرسة الرواد، وبطولة جميلة قوي. أنا بشكر الكابتن أنس كتير، يعني هو اللي وصلني والعالم ده. أنا مشارك مع الكابتن أنس بأكاديمية نجوم سوريا، وبنصح كل حد إنه يشارك بأكاديمية نجوم سوريا. أنا أول مرة مدرستنا تشارك في البطولة، وأول مرة أشارك في البطولة، ونفسي أحقق، أنا نفسي أطلع لاعب كبير أول ما أكبر. أتمنى من كل قلبي إن نحن ناخد الكاس، لو ما أخدناش يعني نتمنى إنه غيرنا يفرحوا، يعني الحمد لله نحن إن شاء الله هنكسب. جدير بالذكر أن كأس النجوم يشارك فيها غالبية المراكز التعليمية المهتمة باللاجئين السوريين، وتستمر حتى 23 من فبراير يوم إعلان الفريق الفائز بكأس البطولة.